وتحقيق نجاح يفوق التوقعات. حلم مصر بيحققه شبابنا من خلال الرياضة. أبطالنا بيحطموا الأرقام القياسية وبيصنفوا عالميا في أكتر من لعبة وبيرفعوا علم مصر في كل مجال. مصر أنشأت وطورت 4000 ملعب ومركز شباب وأندية رياضية وشبابية. مصر بتبني شباب يتحدى، يحقق بطولات، يرسم طريق المستقبل. بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و400 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز.